بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه رشا ونباتاتها. النهارده هنتكلم على موضوع محيرنا كلنا ومضايقنا وضيف غير مرحب بيه اطلاقا. بصوا حضراتكم اللي نازل من الورقه بتاعه الريحان دوت ايه. حضراتكم دي الدوده اللي بتاكل الورق بتاع الريحان. بنعرف ازاي ان هي دي الدودة؟ بنلاقي الورق بتاع الريحان او اي زرع عندنا متاكل ومتخرم، وبنلاقي فضلات سودة زي دي كده اهو، اهي موجودة على الورق. لو مسكناها بايدينا هنلاقيها ايه، بتطلع وبالشكل ده. دي كده الفضلات بتاعت الدودة اللي بتاكل لنا الورق واحنا مش واخدين بالنا. بصوا حضراتكم لون الزرعة، ما تاخدوش بالكو ابدا ان هي دي. بصوا ماسكة ازاي، شايفين عاملة ازاي، وبتتحرك وليها بق وايه، سبحانك يا رب، شكلها وحش الحقيقة. شايفينها عاملة ازاي، يعني الحقيقة انا خايفة منها. دي حلها ان هي تتجمع كده بالايد وتتموت، ده الحل بتاعها. تفضل ماسكة في الورقة لغاية ما تخرمها بالشكل ده، الشكل المخرم ده، وتفضل تمص العصارة اللي فيها. بصوا انا كنت شايلها من هنا بس هي ما لحقتش تاكل الورقة. بصوا بتتحرك ازاي، شايفينها بتتحرك ازاي، وبتشبك بقها في اي حاجة وتفضل تقعد تقرقط فيه. بصوا هنا اكلة ورقة الريحان ازاي، شايفين دي الحل بتاعها الوحيد، ان هي تتلم اهي. بصوا لزقت في ايدي ازاي، وبتتفرد وبتتنى. دي الدودة اللي بتبقى موجودة في شجرة الفل او على الريحان، وده شكل بقها وهو مفتوح اهو، زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، بتفتح بقها وتلزقه في الورقة وتفضل فيها لغاية ما تاكل كل الاخضر اللي فيها. سبحان الله. عايزه اقول لكم لو لقيتوا الورق بتاعكم متاكل، او لقيتوا اللون الاسود الحبيبات السودا ديت على الريحان بتاعكم، ولا على اي نوع من انواع النباتات اللي موجوده، لازم تبحثوا عن هذا الفاعل، الدودة دي هي دي الفاعل الأصلي لأكل أوراق النباتات. المكافحة بتاعتها عن طريق لمها. ده كل حاجة أقدر أقول لكم عن الدودة الوحشة دي، وإزاي تخلي بالكم منها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة رشا ونباتاتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.